السلام عليكم، كيفكم حبايب؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير، ورجعت لكم اليوم بفيديو جديد. الفيديو اليوم هنعمل معجنات بإذن الله تعالى، وهحكي لكم المكونات بسرعة. تمام، عندنا خميرة، حليب بودرة، فيكم تستبدلوه بحليب سائل، ملح، سكر، زيت نباتي، والطحين. طبعا انا هعمل كمية كبيرة لانه احنا عيلة كبيرة ما شاء الله. فصلوا على النبي وقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله وتابعوا الفيديو للاخر. هين حطينا 5 معالق حليب بودرة، انتوا قلتوا لكم فيكم تستبدلوا بحليب السائل. وهين عنا مي سخن كتير راح نضيرها. تمام، وراح نجيب مي عادية من الحنفية مقدارين قد اللي حطينا في للحليب. اول مقدار هل بصور مع اخوه، شايفين كيف عمل؟ شايفين؟ الفوكس، ضبط الفوكس. وهن حطينا المقدار الثاني، شايفين؟ هن حطينا مقدارين مية ومقدار حليب، يعني فيكم تستبدلوا كاسة حليب دافية كتير سخنة وكاستين مية، انتوا على حسب العيلة قديش انتوا هنا. فالحين انا حطيت الحليب، راح اجيب معلقة. الحين راح احط 5 معالق خميرة، 1 2 3، هي 4، هي 5، هي 5 معالق خميرة. تمام، الحين هحط 4 معالق كبار سكر، 3، هي 4. الحين هحركهن منيح، بدي ادوب الخميرة. انت لو عندكو خل حطوا 2 معلقة كبار خل، الخل بيفرق في الطعم، بس الصراحة احنا مش موجود عندنا. هالحين راح نضيف الطحين. بتحكي علي هيك وقعتيه. بصير حوادث المطبخ عادي. هالحين هنحط الطحين او الدقيق، انتو كيف بتسموه عندكم في بلدكم؟ رح نخليها عجينة سائلة، شفتوا كيف قوام الكيك؟ زي هيك رح نخليها. قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وادعوا لنا دعوة من القلب. حبايبي ما تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وشيروا الفيديو في كل مكان. يلا قربنا نستوفي الشروط ان شاء الله حتى نفعل ميزة شكرا او تشكرات اللي انتوا بتسموها ثانكس. فبهمتكم ان شاء الله وبدعمكم باذن الله تعالى كل حاجة هتصير، وانتوا والله ما بتقصروا، الله يسعدكم يا رب. هنا الخليط لسه سائل، بدنا اياه اجمد من هيك شوي. شايفين هذا الدقيق اللي اجانا من الكبونه اللي صورت لكم اياها او الطرد الغذائي، اجتنا من تركيا. وبالنسبه انه الكل حكى لي انه الكيس السكر مش سكر اللي اجاكي ملح، لا للاسف طلع سكر زي ما انا حكيت. راح نضيف دقيق حتى نشوف القوام، بدنا اياه تكون قلت لكم هيك تقيل شوي. هذه العجينة أنا بعملها من وأنا صغيرة وعمرها ما فشلت، الحمد لله والشكر لله، فضل الله دايما بتنجح.
بتعطينا افضل النتائج، بتكون قطنية وكتير حلو. الحين هتشوفوا طبعا لما نعمل المعجنات كيف هيكون الشكل والطعم. عجينة قطنية؟ قطنية. معليك وعليك القصص. شايفين هيك القوام انا بدي اياه. اخر حاجة احنا هنضيفها نص كاسة زيت. زيت نباتي. تمام؟ اخر اشي ورحينها. كل حاجة هيك اختلط منيح. شايفين كيف القوام؟ تقيل شوي. هنا هنضيف الزيت النباتي. برضو الزيت اللي اخذناه في الكربون الغذائي هو نفسه. رح نضيف هيك بالمعيار نص كاسة. رح نضيفها لانه الكمية ما شاء الله تبارك الله كتير كبيرة. واحنا طبيعنا الحمد لله وشكر لله بنحب نوزع ونطعم الكل، فعشان هيك بنعمل احيانا كميات زيادة عن حاجتنا. هنا اخر خطوة اللي هي الملح. نضيف هيك رشة ملح. الملح مهم؟ اه مهم. كل ما العجين ارتاحت وسبتوها تخمر كل ما هتريحكم في الرد وهتريحكم في في التحكوير. ماشي يا اخوي، سلام عليكم. كل ما انتم ريحتوا العجينه اكثر كل ما ريحتكم انتم في العجن وفي التقطيع وفي التشكيل. تمام؟ هيك هيك خلصت. الحين راح اغطيها ونسيبها لمده ربع ساعه. تمام؟ بعد ربع ساعة هفرجيكم كيف الفقاقع دبت الدنيا عشان نتأكد انه الخميرة شغالة 100%. تمام؟ تعالوا شوفوا حبايبي كيف بعد ربع ساعة. شايفين ما شاء الله؟ شايفين حجمها قديش اتضاعف؟ شايفين كيف التفاعل ما شاء الله؟ هيك معناته الخميرة شغلها 100%. هنا بهذا المعلقة الخشب هنضيف الطحين عبما ايش تتجمع معنا العجينة. ما بدنا نوسخ ايدينا، بس هنا لما تتجمع هندخل ايدينا في الموضوع. بعد ما نعجنها منيح منيح هنسيبها لمدة قديش؟ تلت ساعة لنص ساعة بتكون جاهزة. وهذا كمان بيعتمد على المكان اللي هتحطوا فيه العجينة، اذا كان دافي او بارد. الافضل يكون دافي عشان ايش تتخمر بسرعة اسرع، تعطيكم نتائج افضل. كيف اختك شاف ولا مش شاف؟ معدلة. معدلة؟ طب بدي اعمل لكم ايش رايكم نعمل تحدي اللهجات؟ واي حدا بيعرف ايش معناته معدلة يكتب لنا تحت في التعليقات. اللهجة الفلسطينية صح كتير حلوة، بس فيها كلمات الصراحة كتير صعبة، وفي بعض الكلمات احنا حتى من غزة ما بنعرفها، خاصة في اللهجة الخليلية. لهجتهم صح كتير حلوة، بس الواحد احيانا ما بيفهم كتير من لهجتهم. كمان تقريبا هنستعمله كله، يمكن نحتاج التاني منه كمان. حاولوا المكان دايما يكون نظيف حواليكم عشان ما تتلبكوا، مش تخلصوا بعدين عمال المعجنات وتلاقوا عندكم كوم جليكم كوم تنظيف. لا، اول باول في الفترة اللي بتريحوا فيها العجينة اشتغلوا الشغل اللي عليكم. هيك بدت عنا ايش العجينة تتمزق. والله نيالكم على وصفات لارا اكلها بشهي. طيب. والله كمان كلمة بشهي بيعرفوهاش؟ لا اكيد بيعرفوها. كمان الحين يقولوا لك عشانك اخوها بتحكي هيك.
ولا شو رأيكم؟ لا ما هم عارفين أكيد هيجربوا يعني. جربوا أمان الطريقة وبعتوا لي إياها على الإنستا، هحط لكم حسابي تحت في صندوق الوصف، وإن شاء الله في الفيديو اللي بعده هشوف أحلى طريقة وأزبط طريقة وأنزل لكم إياها، يعني أكتر حدا زبطها. وأي حد عنده سؤال في العجينة أو في الوصفة يكتب لي إياه في التعليقات وإن شاء الله هرد عليه. زي ما شفت هنحتاج كمان تكون فرجيهم المطبخ كيف كل حاجة نظيفة عشان ما نتلبكش. طبعا زي ما متعودين الرفيق معانا في كل فيديو وهو صوت الزنانة، فسامحونا. ما في جلي ولا حاجة. الحين العجينة هم قريبا بدها بس شوية طحين. تمام تمام. والعجينة ما بدها كتير عجن، يعني ما تقلقوا بالكتير بالكتير هتاخد معكم 10 دقايق. هرجع لكم بعد ما اخلص من عجنها. تمام يلا شايفين هيك انا عجنت العجينة، والعجينة ما شاء الله بتجنن. الحين ايش اعمل اخر خطوة؟ راح احط زيت نباتي من تحت ومن على الوجه واسيبها تتخمر لمدة 3 ساعة. نعمل هيك شايفين، بس شوية زيت، اتأكد انه كل الوجه من تحت اخذ من الزيت واضربها. تمام وهيك وبنسيبها لمدة 3 ساعة. نغطيها ونرجع لكم بعد 3 ساعة. انتوا هتفتحوا وتغمضوا اللي هو ايش؟ شايفين هذا بعد 3 ساعة بالضبط. شايفين كيف العجينة ما شاء الله؟ شايفين كيف؟ شايفين تبارك الرحمن. لسه لو سبناها اكتر هتاخد حجم مضاعف اكتر. الحين العجين هنكورها، ولكن ايش هنحط على الوجه بعد ما نحشيها؟ هنجيب هذا هي سر الايش الحمار اللي بيطلع اللون الذهبي اللي بجنن. رح نجيب معلقتين كبار او 3 دبس، اي نوع دبس عندكم عدا دبس الرمان لانه حامض. فدبس العنب بمشي، دبس التمر بمشي، دبس القصب احنا الموجود عندنا هيو فرجية عبود البوادي اسمه، عسل اسود شايفين. وراح نحركه. هذه الطريقة اخذتها من الاتراك الصراحة، بيعملوا التميس بهذه الطريقة تبعهم، فبيطلع شكله وطعمه بجنن شايفين. واحنا ايش هنحشي العجينة؟ نحشيها عجوة اللي هي تمر معجون وجبنة بيضة مع رشة من الحبة البركة، احنا بنقول حبة سمرة. تمام هذه اللي هنحط فيها على وجه الخليط وجه العجينة. خلصناها. بعد ما نحطها راح نحط سمسم. الحين راح اكور معاكم ضغط العجين، ما راح نسيب ولا نتفت عجين، كله بدنا اياه كلها نعمة الحمد لله، والله يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال. الحين انا هيك ها بس بلم لم شايفين ها لم عشان نطلع الهواء شايفين ها. هيك تمام. الحين هنجيب شوية رش صغيرة من الوقتين هيك بديكو ها عشان الكور ما تلزق في الصندوق. وهنبدأ نشكل، راح نعملهم طبات صغار شايفين هلقد حجم الطابة لازم يكون، ونسيبها ما راح نسيبها تخمر بس نخلص مجموعة الطبات بنبدأ نشتغل. شايفين كيف بتتشكل بكل سهولة؟ فرجيهم كيف من هنا يعني. ما بعجنها بلمها لمها انها معجونة وزي الزبدة شايفين كيف الطراوة ما شاء الله تبارك الله.
ما تنسوا حبايبي اللايك، تشتركوا بالقناة. وبخصوص اللايك والاشتراك في القناة، انا بتشكركم من كل قلبي على الفيديو السابق تبع الطرد الغذائي اللي وصلني. عن جد التفاعل كان بجنن، ياريت كل الفيديوهات هيك يكون التفاعل والاشتراكات. واهلا وسهلا كل حدا اشترك عندي واجا ضيف جديد، نورتوني، الله يسعدكم يا رب. كل تعليقاتكم انا حاولت ارد على اكبر عدد من التعليقات، بس اول مرة يصدني الصراحة اكتر من 1000 تعليق، ما شاء الله تبارك الله. فما قدرت ارد على الكل، بس حاولت اني ارد، ولليوم برد على التعليقات اللي بتنزل. فشكرا عن جد من القلب، الله يسعدكم يا رب، ان شاء الله هيك تكونوا احسن ناس في الدنيا كلها. زي ما انتم شايفين خلصنا الكمية ما شاء الله تبارك الله، وانا خليت القطعية العجين كبيرة، رح نعمل معجنات كبيرة مش صغيرة، شايفين؟ وضل عندنا كمان شوية عجين، بس نخلص الكمية هاد ان شاء الله اعملها. هالحين انا بديت اعمل في الحشوة. الحشوة هي عبارة عن تمر زي ما حكيت لكم، معجون اللي هي عجوة التمر، وهنعملها هيك. هالحين هفرجيكم الطريقة كيف هنعمل المعجنات. وكمان عندنا الجبنة البيضة، جبنة البيضة ما في لها يعني شغل، بس جبنة بيضة نحط عليها، وهنحط عليها شوية حبة البركة. كمان العجوة ما ضفنا لها اي شيء، بس هيك بنكورها من العجينة، هي ما شاء الله كتير طرية ما بتحتاج اشي. هي نوعية الجبنة اللي انا بستعملها، تمام؟ هي جبنة مصرية، هي افضل طريقة عشان تطلعوا كل الجبنة اللي جواها، تفتحوها من كل الجهات، شايفين؟ شايفين انا كنت فاتحه واحده قبل، وكان في نص واحده كمان عندنا. وبين الدنيا معلش، هاي الجبنه هيك نصير طلعها. شايفين ما شاء الله شجرة التين، ما شاء الله تبارك الله. سامعين صوت الزلمة؟ طبعا سامعين، سامعين صوت ماما اللي طلع في الفيديو تلدم. وهي هنا حبة البركة راح نضيف. الفيديو هذا كل العيلة شاركت اليوم في الفيديو. هنقلب خلاص. انتوا بتحبوا تضيفوا بقدونس ضيفوا، احنا بصراحه ما بنحب. وين الزعتر؟ نحط شويه زعتر. شوية زعتر تعطي ملحة طيبة وبس. والله هيك بتكون الحشوات جاهزات. انا فردت العجينة اللي زي هيك، شايفينها كور، فردتها هيك رقيقة كانت، شايفة كيف عملتها رقيقة. هيك هنخلي شكلها، هعلمكم الطريقة، الطريقة كتير سهلة، تمام؟ هنجيب العجوة هنحطها، خلينا نفردها من هيك، شايفين كيف؟ هيك. بعدين بنلف العجينة، تمام؟ بنسكر الاطراف من هنا عشان ما تفتح معنا. بعدين بنفرد هيك بالنص، بنركز اكتر اشي. بعدين شو شايفين هدول الطرفين؟ بدنا ندمجهن ببعض، ناشي يعني بينهم. شايفين زي هيك. بعدين بنجيب اي نوع سكينة، سكينة عادية، بصير هيك نعمل. هذا النوع مش منتشر عندنا في المحلات، ببيعوه الناس، بس الصراحة احنا ما بنشتري منه لانه الامراض زي ما بتعرفوا منتشرة عندنا بسبب الوضع، انه ما في مي وما في صرف صحي وهيك. شايفين احنا هنعمله في البيت واطيب بمليون مره، شايفين؟
رح نعمل لكم كمان كم من وحده بعد نرجع لكم. تمام، الحين اعطيكم طريقه المعجنات اللي بالجبنه كيف احنا بنعملها. اول اشي بنجيب السكينه، بس خلينا ارد هذا شوي كمان. بنجيب السكينه نفتح من هين، شايفين هيك فتحه. لو عندكم تبعت قطعت البيتزا بتكون اسهل في التقطيع تستعملوها. تمام هيك. بعدين بنجيب الجبنه هو هلف هيك نعمل ولف، شايفين كيف؟ اي طحين زايد بتقوموه. الحين هذه نتفة هيك بنعمل عشان ما تفك منا، نعملها بهذه الطريقة. الحين لما يجي عليها اللي عملناه الدبس ونحط عليها السمسم هتشوفوا كيف الشكل بيجنن، شايفين؟ شايفين ما شاء الله هيك كان جاهز المعجنات. شايفين ما شاء الله تبارك الله قديش طرية، وهذه طبعا مش كل الكمية صح، وهنا اخواتي اكلوا منها وفي اشي كان لسه بده ينحط في الفرن. هذا بالجبنة شايفين قديش طرية وقديش قطنية ما شاء الله تبارك الله. ما تنسوا حبايبي تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ودعونا هيك دعوة حلوة من قلبكم الحلو يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.